ضحية جديدة في طريق الهجرة نحو الدول الأوروبية، علاء أفين عرفان زاهر أم لخمسة أطفال من سكان مدينة دهوك بإقليم كردستان، حيث فقدت وعيها بسبب البرد والإرهاق. وحينما نقلت إلى المستشفى وضعت المرأة التي كانت حاملا في شهورها الأخيرة جنينها ميتا قبل أن تفقد هي الأخرى حياتها. وكانت أفين قد غادرت إقليم كردستان مع زوجها وأطفالهما متجهين إلى أوروبا قبل عدة أشهر، لكنهم علقوا على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا. أفين لم تكن الضحية الأولى ولن تكون الأخيرة، حيث تتواصل أزمة المهاجرين بعد أن تقطعت بهم السبل مع سوء الأحوال الجوية وتراكم الثلوج الذي فاقم معاناتهم على الحدود البيلاروسية البولندية، إذ يعيش آلاف منهم مأساة إنسانية بعد منعهم من عبور الحدود ودخول بولندا. وفقد ما لا يقل عن 12 شخصا حياتهم على جانبي الحدود وفق تقديرات وسائل الإعلام البولندية، فيما تقول الأمم المتحدة إن نحو 7000 مهاجر ولاجئ ما زالوا عالقين على حدود البلدين، معظمهم من إقليم كردستان، كما يوجد بينهم سوريون وإيرانيون وأفغان ويمنيون. ورغم أن الدول الغربية تتهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بافتعال الأزمة منذ الصيف ردا على عقوبات غربية فرضت على نظامه بعد قمعه حركة معارضة عام 2020، لكن حركة الهجرة لا تقتصر على بيلاروسيا فقط، بل إن عدة بلدان أخرى من بينها تركيا لا تزال تشكل نقطة عبور رئيسية للمهاجرين نحو أوروبا. كما شهد قنال المانش قبالة سواحل فرنسا الأربعاء الماضي كارثة إنسانية بعد غرق ما لا يقل عن 27 شخصا، بينهم 6 نساء و3 أطفال غالبيتهم عراقيون، أثناء محاولتهم الوصول إلى بريطانيا. وصفتها المنظمة الدولية للهجرة بأنها أكبر خسارة في الأرواح بالقنال منذ عام 2014. وما بين الواقع المتردي وسياسة الصفقات والابتزاز، تبقى ورقة المهاجرين واللاجئين لعبة تستغلها بعض الحكومات لتحقيق مصالح سياسية ومادية على حساب الحالة الإنسانية، بعد أن أصبحت حقوق الإنسان وكرامته مسألة ثانوية في دول يفترض أنها تمثل أنظمة ديمقراطية.